هناك كاين شويه بشائر، كاين واحد شويه ديال الاخاء، لقطات قليله، ولكن كتبين لك بانه هناك بدايه امل اننا هذا الفرقه نقدروا نخرجوا منها شي حاجه مع اصلاح بعض الهفوات اللي وقع فيهم السي بنزرتي، اللي كيبان بانه يعني خلطت عليه الامور وانه كيرتكب اخطاء كثيره بصفه خاصه، وربما الناس اللي يقدروا يقوموا بداك الشيء اللي كيتصور هو راه ماشي هما هذوك اللي كيختارهم في التشكيله، فكانت تكون عنده واحد اللخبطه، وتيبان لك حنا دخلنا في الدور الثانيه والسيد باقي كيجرب في لي بوست، وهذه من بين اكبر الاخطاء اللي دارهم البنزرتي. وغادي نتناقش عن غادي نناقش الموضوع ببساطه وغادي نذكر عليه. فكما كتعرفوا الاخوان انه يعني سميتو كنعرفوا بانه التدريب ديال الفريق انطلقت في بدايه غشت. بدايه غشت كان ديك الساعه يعني كان السي البنزرتي مع المجموعه. البنزرتي مع المجموعه ما عندناش مشكل، حاضر، بدات الاستعدادات. عفوا بدات الاستعدادات، يعني كان ديك الساعه البنزرتي باقي مع ديك الفريق الليبي، ولكن راجا بدات الاستعدادات ديالها، بدات بواحد المجموعه، واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي هما ما داخلينش فيهم اللاعبين اللي كانوا مع المنتخب، هادشي معروف، يعني منهم هذوك السته اللي باقيين من الحرس القديم، اللاعبين اللي كانوا عندنا ذاك العام كانوا مع المنتخب، شي مع المنتخب الاولمبي، شي مع المنتخب المحلي، ياك. فهذيك الساعه في هذيك الوقيته بدات الاستعدادات وبدات المباريات الحبيه، وكانت واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي هما عدد كبير فيهم اللي تم انتدابهم حاليا، الى استثنينا واحد ثلاثه ولا اربعه اللاعبين اللي جاو حتى لاخر لحظه، جاو حتى الاسبوع الاخير ديال الانتدابات، ماشي الاخر كله كان كيستعد هذا شهر وما كيستعد. فهذيك المجموعه يعني رغم ربما في رايي انا كان على المدرب انه يخدم مع هذيك المجموعه ويوجدها ويلعبها دي ماتش اميكو، لانك انت عندك شهر ديال الاستعداد وغتبدا البطوله، كان خاصك 11 لاعب تكون عندك في دماغك، 11 لاعب كتجربهم وتدخلهم وكتبقى يعني انك كتخدم معاهم الماتش الاول الماتش الثاني، ماشي كتدخل تشكيله في هذا الميطا وتشكيله في هذا الميطا، فهكاك ما عمرك غتبني فرقه وما عمرك غتبني ما يعرف بالانسجام اللي هو عنصر اساسي لتكوين اي مجموعه ولقوه اي مجموعه. دونك خصك انسجام، الانسجام كيتبنى من اللاعب المتواتر ومن اللقاءات المتواليه بين المجموعه باش تخلق واحد الاوتوماتيزمات وتخلي الفرقه تولي قوه. هذا الشيء ما داروش السي البنزرتي، السي البنزرتي بقى كيتعامل بالتيلي كوموند، كيقولوا لنا حنا بانه الانتدابات كلها، وهذا الشيء اللي وصلنا كامل وهذا الشيء اللي وصلنا حتى الناس، بانه الانتدابات كلها كانت بالمشوره ديالو انه هو اللي صادق عليها. بينما في الندوه الاخيره اللي خرج الخارجيه وقال لك اودي انا لا انا ماشي انا جبت هاد الانتدابات وانا لقيتهم وماشي سميتو ان هاد اللاعبين انا زعما بالعربيه راه ما عاجبينيش، كاين اللي شي شويه عاجبني وشي شويه ما عاجبنيش، دونك انا ماشي مسؤول على هادشي ولا كنحاول ما امكن نصلح ونخلق واحد الجو ديال الانسجام. وهذه مساله خطيره جدا، لانه من الصعب جدا على فريق يلاه بادي يعني معود الفريق تقريبا واحد 85% ان ما قلناش 90%، وغتجي وغادي تبدا انت كتنتاد في اللاعبين بعيدا عن اعين المدرب وبلا استشاره تاع المدرب. فهذه راه مساله خطيره ومساله صعيبه الدار، هذا كتسمى انا بالنسبه لي العشوائيه بعينها. واخا تجيب كاع ناس تقنيين اللي كيعرفوا عندهم الشوفه، راه اذا ما كان استشاره المدرب على الاقل كتاخذ استشاره ديالته بالفيديو، اي لاعب كدوزو ليه قدامه هاك هالفيديو شوفوا مزيان وعطينا الفافات ديالك باش يمكننا نوقعوا معاه على الاقل. الا ما كانتش هاد العمليه راه عشوائيه، راه نقولها ونعاودها راه عشوائيه، وهذا غلط كبير غيكون ارتكبوا المكتب المسير الا كان تصرف بهذه الطريقه. ما عنينيش جاو عندك اللاعبين ثاني بهم السي البنزرتي وجدتي المجموعه لعبتي معاه دي ماتش اميكو حتى لاخر اسبوع قبل نبدا البطوله عطلقوا لك اللاعبين، جاو لاعبين جداد. فهنا فين كنطرح السؤال، شكون هذا اللي فرض على البنزرتي انه يلعب بهذوك اللاعبين اللي كانوا ذاك العام؟ شكون اللي فرض عليه يلعب بمدكون؟ شكون اللي فرض عليه يلعب بالناهيري؟ شكون اللي فرض عليه يلعب بالزنيتي؟ شكون اللي فرض عليه يلعب بالهدهودي؟ وشكون اللي فرض عليه يلعب بالزريده؟ وشكون اللي فرض عليه يلعب بالهبطي؟ دونك هادو خمسه د الناس ياك؟ اذا شكون هو هاد السيد اللي فرض عليه انه يلعبوا؟ انا تيجي بيا الله وقيل هذا شي واحد مسؤول تقني بلا ما نقول السميه، حيت كاين الناس اللي كيبغيو يشدوا سميات، راه لجنه، انا بالنسبه لي اللجنه كلها مسؤوله. فهذا شي واحد اللجنه او شي عنصر في اللجنه اللي هو كلمته مسموعه عند الرئيس
كيضغط على الرئيس والرئيس كيضغط على المدرب باش يلعب هذوك الدراري اللي هما كانوا عندنا ذاك العام. والحقيقه والواقع بين ذوك الدراري ما عندهم ما يضيفوا للفرقه لانهم ما ضافوا والو ذاك العام. فالتالي العام راه ما ضافوا حتى شي حاجه، بل انه في الماتش والماتش الثاني بان بان الحقيقه ديالتهم بانهم ناس يعني انه ناقصين في الاداء ديالهم. الى استثنينا واحد السيد اللي غنبقاو ديما نشهدوا به اللي هو هذاك اللي هو ذاك يعني اللي هو ذاك حركاس اللي لا يناقش، وكاين مع واحد جوج لعابه جون اللي هو ذاك الدري البدراوي وذاك الدري اللي هو من جديده. فلحيت هاد الثلاثه هادو هذاك الشيء الاخر يعني حتى الا كانت شي حاجه بروفيل ديال اون بلاص هادوك راه ماشي بروفيل ديال تيتولار. داك ملي كديرهم تيتولار واخا دار كاع مستقبلا الفرقه ما غدير والو معاهم، تكون واضحين لان باين الناس هربان عليهم الركب وهربان عليهم الميزان، ما يقدروش يمشيو مع هذا الستيل تاع البرزاتي. دونك تنظن بانه الخطا راه كان هنا في الديبار. دونك كما قال السيد، السيد خرج مايل من الخيمه من الاول. دونك من الخطا هو انه انسجام اللي كيغيب علينا اليوم السبب ديالو عدم اعتماد 11 لاعب من البداية. وكتشوفوا انه راه ماشي صعيب، راه تقدر غير في 3 سيمين تصاوب فرقه وتعتمد عليها وتلعب دي ماتش اميكو وتوجدها والانسجام. نعطيكم كمثال غتوارقه، ياك التوارقه سميتو تقريبا عاود جابوا فرقه كامله وزيد عليهم سميتو يعني حتى اسفي فرنسا اسفي تقريبا الفرقه كلها تبدلت، ما كانوش منسجمين، كانوا منسجمين احسن منا، كيديروا دي زاكسيون دي زوبيراسيون احسن منا. علاش؟ لانه المدرب الافكار واضحه في راسو، المدرب عنده مجموعه كيخدم بها بطريقه احترافيه، تيقول لك هادو 11 هما اللي غنعتمد عليهم وهادو دي زوبيراسيون وغادي نخدم. وكاين المدرب اللي الوقت ما كيزاحمو ما كيساعدوش، اش كيدير؟ كيعتمد على 11 وكيبقى يلعبهم دي ماتش متابعين باش ينسجموا، وتيقول هادوك اللي راهم بلاصو غنبقى نخدم معاهم شويه بشويه، حد البطوله غاديه وانا كنخدم، اليوم نربح جوج، اليوم غدا نربح ثلاثه، وانا غادي حتى غنربح واحد البون دو توش اللي يكون قوي وفي المستوى التنافسيه ديال دوك 11 اللي عندي. حنا دابا ما ربحنا 11، ما ربحنا لي راهم بلاصو. اذا مسائل واضحه انه كان خطا في يعني في سميتو في انسجام وتهيئ اللاعبين.